تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية من فخامة السيد قاسم غورمات توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، ردا على برقية جلالته المهنية له بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية كازاخستان. ومنها فخامته خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته النبيلة، معربا عن تطلعه للعمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم.